اهلا وسهلا معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سألني انه ما يقدر يسجل سلم شرقي في ريجستريشن ميموري عدة سلالم شرقية من الواحد للثمانية. الطريقة كيف؟ انا وهو طبعا عنده حق، عشان تثبت انك انت تقدر تثبت السلم الشرقي في ريجستريشن ميموري تروح على منيو رقم واحد، تروح على خدمة الريجست فريز اللي هو تجميد، يعني تجميد الريجستريشن ميموري. لاحظ معي هاي الشغلات كلها، الشغلة اللي انت تبها لازم تعمل عليها التك. لاحظ هني سكيل تيون ما عليه التك، تروح تعمل تك عليه. انت كذي الحين خليت ان السلالم الشرقية تتسجل في ريجستريشن ميموري، بدون التك ما راح يسجل معاك. لاحظ معي الحين بدون التك راح اشيلها. لاحظ معي الحين انا اختار هني في السلم الشرقي مثلا هذا السلم الشرقي، وراح اسيف ميموري مع رقم واحد، سيفته. لكن مجرد ما انتقل الى اثنين وارد مره ثانيه على واحد، لاحظ معي اختفى فعلا. الحين الطريقه تروح منيو واحد ريجست فريز، تعمل تك على السكيل تيون. لاحظ معايا الحين راح اسجل السلم الشرقي، راح اعمل ميموري فريز هني. لاحظ معي انتقل وارد مره ثانيه على الواحد، لاحظ معي هني ما زال موجود التسجيل. بالطريقه هاي انت تقدر تسجل لما تعمل تك على سكيل تيون، تروم تسجل سلالم شرقيه مختلفه في الريجستريشن ميموري. واتمنى ان وصلت المعلومه.